أخوي أحمد، أو إحنا بنادي عليه حمادة، توفى في 25/1/2011. كان يشتغل في مجال الحفريات في مد البنى التحتية في الشوارع. الحادثة صارت في آخر النهار. كان عنده 8 سنين، يعني ما تبوع، يعني موقف عسكري كان يشتغل بالكسارة وسقط. بس بعرف كان إنه أكيد كان منفع يكاش على الأرض، لو إنه كان في الحجر على بس. بعد ما إحنا اطلعنا على مكان الحادث فهمنا قديش كان في إهمال، كان الشغل في شارع، ففهمنا إنه لازم يكون في تحضير زي الداعم، كل شيء ما كانش موجود. المشكلة هي إنه الشباب هذول اللي جايين شايفين فوضى، فبتصرفوا فوضى. إذا كان النظام اللي أهمل كان عنده حادث وتوفى عامل، شو بده يصير للمقاول؟ شو بده يصير فيه ولا شيء؟ من 180 قضية بخمس سنوات، يعني 11 قضية وصلت للمحكمة، بالمحاكم فيش إمكان الإثباتات إنه المفتشين ما جوش هذا، فالطريقة هي فوضى بفوضى. الرشلانوت موجودة بس الأحريوت مكسرة، البستقية بستقية، تطلعش عسكري بدون معكيه، البس حذاء يعني منيح للعمل، حتى لو كان قال اطلع على هذا الغيوم هاي سكالي، اطلع مش امن، سكالي مش امني، تطلعش على سكالي مش امني. بنفع نحكي كثير شغلات اللي لازم تكون، وكأنه الشاب بايده القوة انه يجي يطلبها. اليوم هاي الشباب ما عندها القوة تيجي تطلبها من اهل العبودة او من المقاول، وما عندها المعرفة كمان انه تيجي تطلبها. فاذا ما بيكون في حدا اللي يوقف معه ويفهموا لهذا الشاب انه في حال انت رفضت تطلع على تعمل شغل في مكان عالي، انت القانون كمان حاميك. وايش بدك تقولي لهم يعني لهدول الشباب؟ الشيء مش كيف احنا شايفينه، مش انه خلص رح يصير معي شيء، انا غير عم بي. ما فيش بطوله انك تنطط بين سكايل، انت مش عارف شو هي. في زي ما قلت في محلات ثانيه كان فيها بطل، يعني انه انت بتساوي هيك بصير معك هيك، بدك تكاش تسوي هيك بصيرش معك هيك، لازم يحافظ حاله اكثر. انا رسالتي للشباب دائما هي انه حافظوا على حياتكم. في عائله بتستناكم، عائله اللي كثير بتتاثر حياتها بعدين بعد ما